يعني العدد حلو وفي ناس بتخدم حلو والخدمة محتاجة خدام وخدمات زيكم. بص القداس كبير شوية، يعني لما نيجي نقول القداس بيتكون من ايه؟ بيتكون من 3 أجزاء، الجزء الأول عشية، الجزء الثاني باكر، الجزء الثالث القداس. الشمامسة هيعرفوا الكلام ده، الكتاب اللي بيتحط على المنجلية اسمه ايه؟ حد يعرف؟ كتمارس. الكتاب اسمه كتمارس، زي الكتاب اللي بنصلي بيه في البيت السواعي اسمه ايه؟ الأجبية. وفي كتاب بيبقى معانا في الكنيسة هنا بنصلي منه القداس اسمه ايه؟ الخلاجي. فالكتاب اللي هنا اسمه ايه؟ كتمارس. كتمارس ده تلاقي كده اليوم مثلا النهارده كام امشير؟ ها؟ 24. 24 امشير. فبيجي يفتح كده يلاقي العشية ليها القراءات بتاعتها، باكر القراءات بتاعتها، والقداس ليه القراءات بتاعتها. فزي ما نشوف كده اول حاجة في رفع البخور عشية، في حاجة اسمها تسبيحة عشية. تسبيحة عشية يعني ايه؟ تسبيحة عشية قبل ما نصلي العشية في صلاة قبليها، بيصلوا بقى الأجبية. يعني احنا مثلا النهاردة ايه؟ جمعة. في الصوم المقدس صلينا الأجبية الصبح في القداس، صح؟ الحضر القداس، فمفيش أجبية ومفيش عشية، يبقى النهاردة مفيش تسبيحة عشية ومفيش عشية في الصوم. أما في الأيام العادية في صلاة تسبيحة عشية، فبنصلي الجمعة مثلا عشان الأجبية بنصلي الثالثة والستة والتاسعة، صح؟ في القداس. ففي تسبيحة عشية بنصلي إيه؟ الغروب والنوم، وبعدين بنصلي الهوس الرابع، وبعدين إبصلية اليوم وسوتقية اليوم. خدتوا حاجة عن التسبيحة قبل كده؟ ما خدتوش حاجة عن التسبيحة؟ ترتيب التسبيحة خدتوها؟ طيب خلينا نمشي دلوقتي، وبعد كده هنعرفوها بعد كده في التسبيحة. بعد كده بنختم التسبيحة بتاعتنا، نبتدي بقى صلاة عشية. دي الترتيب بصلاة عشية. الكنيسة بتبتدي أول حاجة بتعلمنا صلاة الشكر، هتلاقي عشية صلاة الشكر، القداس أول ما نرفع الحمل صلاة الشكر، لما نيجي لو في جنازة جنازات بنصلي إيه؟ صلاة الشكر، لو في إكليل اللي هو الأفراح صلاة الشكر، معمودية صلاة الشكر. فالكنيسة بتعلمنا إن إحنا نصلي صلاة الشكر. ليه بقى؟ أنا راضي متقبل باللي ربنا مديهولي فبشكره. مين اللي شكر ربنا وقال آية جميلة كده؟ الرب أعطى الرب أخذ فليكن اسم مبارك، اسم الرب مبارك. مين قال كده؟ أيوب، صح؟ مع إنه حصل له مشكلة كبيرة، كل حاجة عنده راحت، لكن قال إيه؟ شكر ربنا. فنبتدي بصلاة الشكر، دي أول حاجة. وتلاقوا الكاهن بيفتح الستر ومعاه الصليب، وبيمثل الهيكل الداخلي اللي جوه ده السماء. فبيفتح الستر بيقول آل يسوني ماس أوسي أوس أوباتير وبندوك راتور، ماشي؟ بيقول أيها الثالوث القدوس ارحمنا. هي باليوناني آل يسوني ماس أوسي أوس أوباتير وبندوك راتور، ارحمنا يا رب إله القوات، كن معنا لأنه ليس لنا معين في شرائدنا وضيقتنا سواك. وبعدين بيبتدي يقول أبانا، نقول أبانا الذي. وتلاقي الكاهن بيعمل حاجة مهمة قوي، يسجد، وبعدين لو في أي حد من الكهنة موجودين يروح يسلم عليه يقول له أخطأت حللني. ولو في حد فيكم بيروح الأديورة هيلاقوا الرهبان قبل ما يصلوا يخشوا بيسجدوا وبعدين يعملوا إيه؟ يسلموا على بعض. إيه معناها دي بقى؟ يقول له أخطأت حللني، أخطأت حللني، أخطأت سامحني. بينفذ الوصية اللي قال عليها السيد المسيح، لو أنت رايح تقدم ذبيحة وفي حاجة لأخوك عليك زعلان منك أو أنت زعلته تعمل إيه؟ صالحه الأول. فهم بيعملوا إيه؟ أنا بتعامل معك طول النهار في الشغل أو في عمل أو في طلب معين وزعلتك وأنا مش واخد بالي، مش هينفع أصلي وأبتدي أصلي إلا لما أقول لك إيه؟ سامحني.
فدي البداية اللي بيعملها الكاهن عشان وللشعب برضو، يسجد للشعب يقول لهم يا خطيئة سامحوني عشان لو في أي حاجة أنا عملتها وضايقت حد وأنا مش واخد بالي. وابتدي إيه؟ يصلي صلاة الشكر. اللي بعديها. طول الوقت وإحنا في القداس أو في الكنيسة بنصلي، هتلاقي بعد صلاة الشكر أبونا يدخل جوه الهيكل، في حاجات بيعملها جوه، صح؟ بخور ويلف حول المسبح. طب الشعب اللي بره يسكت؟ ما ينفعش يصلي. حاجة اسمها إيه؟ أربع الناقوس. ماشي؟ هتلاقي أربع الناقوس ليها طريقتين أو مقدمتين يعني. أضام وواطس. عارفين يعني أضام؟ واضحة؟ جاية منين طيب؟ حد يعرف؟ جت منين أضام دي؟ ها؟ اللي بيصلي إبصالية بتاعت يوم الاثنين آدم فيما هو حزين، آدم، فجاية من كده. فالحد والاثنين والثلاث دي طريق الأضام. لما نيجي نصلي كده في الطرق بتاعتنا نقول طريق الأضام دي كده. وبعدين الواطس اللي هي بيفاطس بتاعت إيه؟ الخميس العليقة. بيفاطس. فاللي يعرف قبطي هيعرف الكلام ده، يبقى سهل بالنسبة له. أما اللي بيقرأ عربي فمش هياخد باله. آدم فيما هو مش هياخد باله، لكن أضام هتبان أكتر. فيبتدي بكرياليسون تعالوا فلنسجد مارن أشت انت تري، صح؟ حد عارفها؟ يا شمامس عارف الطريقة؟ طيب. فتلاقي الشعب بره بيصلي، أبونا بيعمل إيه جوه بقى؟ ده دورنا نفهم بقى. أبونا بيرشم درج البخور خمس أيادي بخور، وبعدين بيلف حول المسبح. كل رشم البخور ده ليه معنى. بص بقى، بيقول الرشومات الثلاثة، كمل اللي بعديها. أول يد بخور بترمز لإيه؟ بترمز لذبيحة هابيل، لأول ذبيحة قدمها إنسان من أبقار الغنم. مش هابيل أول واحد قدم ذبيحة؟ طيب، مين تاني واحد قدم ذبيحة؟ ذبيحة نوح. بعد الطوفان نوح قدم ذبيحة شكر لربنا. وثالث ذبيحة ذبيحة ملشي صادق. حد يعرف ذبيحة ملشي صادق دي كانت ايه؟ حد قرا سفر التكوين؟ ها؟ قريت سفر التكوين؟ طب ذبيحة ملشي صادق زي الباقيين ولا مختلفة؟ يعني ايه ذبيحة؟ ذبيحة يعني حيوان، صح؟ خروف أو بقرة أو حاجة زي كده، صح؟ لكن ملشي صادق قدم إيه؟ خبز وخمر. خبز وخمر. ما قدمش ذبيحة حيوانية. رابع ذبيحة ذبيحة هارون، اللي هو مين هارون ده؟ هارون ده مين؟ أخو موسى. لما موسى مسح هارون وولاده كهنة، فأول ذبيحة قدموها هم دول الكهنة لربنا يعني. آخر ذبيحة ذبيحة زكريا. من هو زكريا؟ مين زكريا؟ مين زكريا؟ ها؟ قريبك؟ مش قريبك، لا. هو حلو على فكرة. زكريا أبو يوحنا المعمدان. فده كان آخر واحد قدم ذبيحة، وبعد كده أنتوا عارفين قصة الهيكل انشق، وبعد كده ما بقاش فيه ذبيحة بعد كده. طيب الكاهن وهو بيلف المسبح بيصلي برضه. بيصلي أوشية السلامة، أوشية الآباء، أوشية الاجتماعات. طب نسأل سؤال، يعني إيه أوشية؟ ها؟ طلبة. طلبة. وفرد الشماس اللي بيلف جوه برضه بيرد نفس المرد بتاع الطلبة جوه الهيكل. وبيلف أبونا ثلاث دورات ويخرج بره الهيكل ويقدم البخور للهيكل، وبعد كده نقول ايه؟ بيقدم البخور لأمنا العذراء، نعطيك السلام مع غبريال الملاك بحري، وبعد كده يقدم البخور للغرب للملائكة والقديسين والشهداء، وبعد كده يقدم البخور لإبلي للسلام يوحنا المعمدان الكاهن ابن الكاهن، اهي الصورة بتاعت يوحنا المعمدان، ماشي؟ وبعد كده يرجع يقدم ايه؟ البخور للهيكل. ده
بعد ما نخلص دورة البخور دي بنصلي في عشية أوشية الراقدين، طلبة للراقدين، وبنصليها طول السنة، ويوم السبت الصبح بنصليها. خلينا احنا في عشية دلوقتي بنركز فيها، هي أوشية الراقدين بنصليها طول السنة. طيب نسأل سؤال، ليه ارجع أوشية الراقدين أو الطلبة بتاعت الراقدين احنا بنصليها ليه؟ حد يعرف؟ ده سؤال مهم هنسأله كتير. اتفضل. نعم، هقول قصة حلوة لو كله موجود. انتوا قريتوا سفر التكوين صح؟ مش كده؟ وقريتوا الخروج؟ حلو. تفتكروا كم مرة كان موسى ويكلم مع ربنا، وربنا يقول له ايه؟ يا موسى الشعب ده صعب جدا، انا هفنيه وهجيب واخليك لايه؟ رئيس لشعب جديد، صح؟ صح؟ وموسى يقول ايه؟ يدافع عن الشعب، لا يا رب، يا اما انا هفضل مع الشعب ده وسيبه، يا اما تمحو اسمي، ما ينفعش يا رب الكلام ده. فربنا يمشي كلام موسى وشفاعة موسى ودفاع موسى عن الشعب ويسيب الشعب، صح؟ أول حاجة كده إحنا بنصلي من أجلهم دفاع عنهم، عن الأخطاء السهو أو النسي أو الغير مقصودة، ماشي؟ فدي أول حاجة. تاني حاجة اللي انتقل ده واحد مننا، أبائنا أمهاتنا إخواتنا، فأنا لما أكون في حد بصلي من أجله ده شيء عائلي، ده كان عضو معانا في الكنيسة، مش واحد ومشي ومش عايزينه، فده عضو جوه الكنيسة. ثالث حاجة من أجل تعزية أسرة الراقد أو المنتقل ده. في ناس نعرفها بيكون مثلا عنده حد انتقل صغير في السن، ابنه مثلا أو بنته، بيبقى تعبان نفسيا، كل ما يجي يبقى الكنيسة أو يشوف حد يفتكر ابنه فيبكي أو يحزن، فلما يسمع اسمه هنا في الراقدين فيفرح ان الكنيسه فاكراه، زي ما بنذكر القديسين والشهداء بتذكروا اسم ابني او بنتي او والدي او والدتي اللي انتقلوا دول، فانا بتعزى، انا بتعزى وبهدى شويه. بعد كده بعد ما خلص اوشيه الراقدين ابونا بيعمل دوره بخور داخليه ويخرج وسط الشعب وسط الكنيسه، أبونا بيصلي برضه صلوات جوه الكنيسة، والشعب يبتدي بره يصلي الزوكسولوجيات. زوكسولوجية يعني إيه؟ زوكسولوجية تمجيد، يعني تمجيد. فيبتدي بقى بالترتيب التمجيد لمنا العذراء، الملائكة، الرسل وماري مرقص والشهداء والقديسين. ده الترتيب اللي عاملاه الكنيسة، التسلسل كده. فاللي يحب يصلي بكده زوكسولوجيات يلاقي الترتيب كده. طيب والشعب بيصلي، أبونا بيعمل إيه؟ بيلف وسط الكنيسة وسط الشعب كله. برضو نرجع للعهد القديم، ايه قصة ابونا ينزل وسط الشعب؟ طب ما يلف لفة صغيرة كده ويرجع، ايه اللي يخليه يلف هنا اللفة الكبيرة دي؟ يعني لما في اباء كتير بيجوا هنا يعني ضيوف، اول ما يلاقي الكنيسة كبيرة كده فبيقول لي ابونا هو انا هلف الكنيسة دي كلها؟ اقول له اه، انتوا بتقدروني يعني عشان جيت عندكم ضيف؟ فبيقول احنا عايزين هنا سكوتر نلف هنا جوه كده. طبعا اي كنيسه تبقى صغيره يخلص على طول. المهم فيلف وسط الشعب كله. ليه بقى؟ في قصه في برضو موسى وهارون، وفي واحد اسمه قورح، اسمع عنه؟ قريتوه؟ ده جه وقال لموسى وهارون انتوا كفايه عليكم كده، احنا عايزين احنا يبقى كهنه كمان ونقدم بخور ونمسك الشوريه كده. فراح قدموا نار غريبة، يعني هم مسكوا كده لوحديهم وعملوا نفسهم كهنة منهم لنفسهم، مش ربنا اللي اختارهم. وبعدين فجه وباء في الشعب وابتدى يموت منهم ناس، فربنا قال لموسى خلي هارون يمسك الشورية وينزل وسط الشعب عشان الوباء ينتهي. هتقروها بقى في سفر الخروج. فبينزل لما نزل هارون بالشورية وسط الشعب الوباء بطل.
الكاهن وهو بيقدم البخور للقديسين الموجودين بياخد برضه اعترافات الشعب. يعني انا مثلا انا معترف من اسبوعين وامبارح عملت خطيه والنهارده عايز اتناول، اعمل ايه؟ ابونا انا امبارح غلطت في حد، انا ادنت امبارح، انا سرقت امبارح، وبعترف اهو عشان مش هقدر اتناول وانا ايه عامل حاجه مش حلوه عقبال ما اروح لاب اعترافي. فحتى يسموه اعتراف الشورية، اعتراف على الشورية، لان ابونا بيلف في وسط الكنيسه. ده انسان فعلا الروح القدس اللي جواه شغال، مش هيقدر يتناول قبل ما يعترف. فابونا بياخد اعترافه، وهو راجع ابونا بقى هنا بيقول في حاجه اسمها سر الرجعه: يا الله الذي قبل اليه اعتراف اللصه اليمين على الصليب، اقبل اعترافات شعبك. اقبل اعترافات شعبك. يبقى كده حتى الاعتراف اللي انت قلته بسرعه الكاهن بياخده ويحطه على المسبح امام الله. يبقى كده الاعتراف بتاعي تم لغايه ما اروح اقابل اب اعترافي. بعد ما نخلص هنا والزكسوليات بنقول حاجه مهمه جدا، في حاجه تلاقيها ايه ممكن تلاقيها دمج بل حاجه نوم بالله واحد الله لا ضابط اسمه ايه ده قانون الايمان. بس المفروض قانون الايمان ما يتقالش كده. واحد بيقول قانون الايمان: انا بعترف بالحقيقه ان اؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل. مش دمج سريع كده، ده اعتراف وفي نفس الوقت صلاه. نيجي بنصلي الكنيسه حاجه اسمها افنوتي ناينان او يا الله ارحمنا، اللهم ارحمنا. دي بقى لو حد فيكم حاضر الاسبوع اللي فات يوم الاثنين الصلاه، القراءات بتتكلم عن الصلاه والصلاه، بس الصلاه بصراخ، في صلاه عاديه وفي صلاه بصراخ. وفي الانجيل كان جاب المراه الارمله اللي كان ليها طلب عند القاضي الظالم وكان بيتلح عليه. حد حضر الانجيل ده؟ الارمله اللي راحت للقاضي الظالم. ويقول لك الصلاة بصراخ. يعني ايه صلاة بصراخ؟ انا بتكلم عربي صح؟ انا عايز حد يترجم لي بس. يعني ايه صلاة بصراخ؟ نعم؟ حد يقول، طب حد يقول لي اديني مثل كده صلاة بصراخ كده، حد يديني مثل. ها؟ لا مش لجاج يعني الحاح، لكن الصراخ صرخة من القلب. يعني أنا متألم حاجة عميقة كده، يعني أنا متألم وحاجة وجعان، يا رب سامحني يا رب. فأنا دي اسمها صلاة بصراخ. فإفنوتي ناينان كده دي الصلاة بصراخ. ليه؟ ما هو ربنا ده القاضي الظالم قالها من أجل المرأة اللي بتصرخ دي، فأنا سمعت لها. وفي لو أنتوا قريتوا صمويل الأول، حد قرأ صمويل الأول؟ ده عايزين نخلص كتاب مقدس كده، مش هينفع سنتين يخلص. في صمويل الاول كان في واحده ما بتخلفش اسمها حنة، وبعدين كانت تروح الهيكل كل سنه وتطلب من ربنا، وبعدين ما تخلفش. وفي مره من المرات لما راحت بقى صلت من القلب، بس كان الفم يتحرك لكن القلب هو يتكلم. عارفين لما في حد يكون متالم كده وبيقول اه بس طالعه كده مش قادر يقول اه بصوت عالي، اه بيتالم. في حد قبل كده اتالم؟ حد سنته وجعته او حاجه كان جاله كسر لا قدر الله، ولا اهو ده كان متالمه جدا. فربنا سمع لها في هذه المره واستجاب لصلاتها. دي اللي اسمها صلاه بصراخ. فبنقول هنا اف نوتي ناينان بقى طريقة جميلة جدا. اف نوتي ناينان ليها طريقة حلوة كده وليها لحن طويل شوية. فدي الصلاة بصراخ: اللهم ارحمنا. نخلص اللهم ارحمنا وبعدين يحصل بقى حاجة كبيرة بقى، معرفش احنا بناخد بالها ولا لا. اللي جاي ده مهم بقى، اللي هو ايه؟ بصوا بقى، واحد في حاجة اسمها أوشية الإنجيل. هقول لكم ليه احنا مش بنفهم الانجيل لما نيجي نقرا. الكنيسه بتعمل ايه؟ طلبه: ايها السيد الرب يسوع المسيح الذي خاطب تلاميذه القديسين
ابونا بيصلي عشان هنقرا الانجيل، ادي واحد. اتنين، يلف الشماس مع ابونا جوه وبعد كده يطلع الشماس ستاسيتي ميتا بوفو ثيو، يعني ايه شمامسه؟ يعني ايه ستاسيتي ميتا بوفو ثيو؟ هو بيكلم يوناني على فكره الشماس ده، فلكوا حق ما تعرفوش، عشان كل مره بنقولها يوناني ومحدش عارف حاجه. قفوا بمخافه الله لسماع الانجيل المقدس، ادي تاني حاجه. الشماس بينبهنا بس باليوناني، عشان لو في حد يوناني وسطينا يعرف ان في انجيل دلوقتي. يبقى ابونا بيصلي طلبه من اجل ان احنا نسمع الانجيل، شماس بينادي، وبعدين تلاقي ايه، في حد كده شمامسه يجي كده بشمع جنب المنجليه، وبعد كده يبونا يجي هنا قدام المنجليه ويرفع بخور. البخور ده للمنجليه ولا للشماس؟ ها، للانجيل. شطره. ابونا بيرفع البخور للانجيل، كلمه الله، وبعدين بقى كلنا نسمع الانجيل. مين فينا بقى بيعمل كده؟ قبل ما يقرا الانجيل بيجهز نفسه وبيصلي قبل ما يقرا وبيجهز، بيعمل الحاجات دي. في حد بيعمل كده؟ الكنيسه بتنبهنا نعمل ايه؟ نعمل ايه قبل ما نقرا الانجيل؟ انا اصلي قبل ما اقرا الانجيل واجهز نفسي واقول لربنا انا عايز اسمع الكلمه. بعد كده يقرا الانجيل الشماس او الكاهن، قفوا بمخافه الله لسماع الانجيل المقدس. وبعد كده بنقرا في مزمور ويتقرا الانجيل. كل ده بيجهز، بتجهزنا الكنيسه لسماع الانجيل. فبيتقال مرتين قفوا باليوناني وبالعربي. في ناس بقى نسال سؤال مهم جدا بعد ما حضرنا القداس النهارده. النهارده الانجيل كان من انجيل ايه؟ حد حضر انجيل قداس النهارده؟ حد حضر قداس النهارده؟ حلو، شاطر. كان انجيل ايه النهارده؟ لوقا، شاطر. اللي حضر، اللي جه كنيسه وحضر القداس وعرف الانجيل من ايه وايه الانجيل كان بيتكلم عن ايه، يبقى ده حضر الانجيل. لكن اللي جه ولا سمع انجيل لوقا ولا متى ولا لوقا ولا يوحنا ولا عرف المحتوى، يبقى ده ما حضرش حاجه، كان سرحان، يبقى ما استفادش حاجه. فمهم جدا لو انا عايز استفاد اركز في الانجيل، اعرف بيقول ايه، اعرف الانجيل بيقول ايه. بعد ما نخلص الانجيل بقى نبتدي مرحله ثانيه بقى، مرحله اخيره بتتكرر كتير، اللي هي ايه بقى؟ في الاواشي. قلنا اواشي يعني ايه؟ طلبات. انا بعد ما سمعت ربنا قال لي ايه النهارده، في وصيه او تنبيه قال لي عليه، هينفع امشي كده من قدام ربنا من غير ما اطلب حاجه؟ لا. فالاول انا صليت صلاه الشكر، صلينا لاجل الرقدين وقلنا طلبه بصراخ اللهم ارحمنا ويا رب، بعد كده اوشيت الانجيل وسمعت الانجيل ربنا يقول لي النهارده عايز يقول لي ايه. طب بعد كده ليه حق اطلب من ربنا؟ انا سمعت يا رب كلمتك، طب انا عايز طلبه. بنصلي بقى الاواشي. اول حاجه اوشيت السلام، اذكر الرب سلام كنيستك الواحده المقدسه الجامعه الرسوليه. طيب ما شيء طبيعي اطلب من اجل الكنيسه. تاني حاجه بطلب من اجل ايه؟ ابويا البطرك او البابا والاساقفه الموجودين. ليه؟ ما شيء طبيعي انا بطلب من اجل العيله بتاعتي. وبعدين المواضع او الاديوره اللي احنا المكان اللي احنا فيه ده، والمياه، وبعد كده اوشيت الاجتماعات. يقول اصعدها كمقدارك نعمتك، فرح وجه الارض. وبعد كده يقول من اجل الارمله واليتيم والغريب والضيف. طب لما يجي حد يسالني سؤال مهم جدا، ها الكنيسه بتاع الارثوذكس دي متعصبه، حد يعرف يرد احنا متعصبين ازاي؟ طب قول لي ايه الدليل بتاعك؟ ها. لما يقول لي ماشي اوشيت المرضى، اذكر يا رب مرضى شعبك، قلنا الارثوذكس بس، ادي واحد. لما صلينا من اجل الارمله واليتيم والغريب والضيف، قلنا الارثوذكس بس،
اذكر يا رب ابائنا اخواتنا المسافرين. قلت ناس معينه؟ الاجابه هي صلوات الكنيسه نفسها بتطلب من اجل ايه؟ الناس كلها. ما قالتش المسيحي ولا المسلم ولا الارثوذكس ولا الكاثوليكي، صح؟ بس شيء طبيعي وانا بطلب من دول مع دول اطلب ابويا البطرك، وعشان ربنا يديله فكر هو والاساقفه بدون حكمه في التصرف. ده في اوشيه اسمها اوشيه الرئيس، تسمعوا عنها؟ القداس الكورولوسي، وبنصليها في اللقان او مسحه المرضى. ليه؟ دي احنا بنذكر الرئيس سواء بقى كان مسيحي او غير مسيحي، صح؟ يبقى الكيسه بتاعتي مش متعصبه. اللي يفهم بقى زيك كده ويدرس يعرف يرد على الناس اللي بيقولوا احنا متعصبين. بعد بص بيقول لك اوشيه الاجتماعات، قم ايها الرب وتفرج جميع اعدائك، واما شعبك فليكن بالبركه الوف الوف وربات وربوات. وفي اوشيه الاجتماعات حاجه مهمه جدا، بيقول لك الشكوك وفاعليها ابطلها. في ناس بتخش وسطينا او تخش وسط المسيحيين وتشككهم في الايمان، فنقول الشكوك وفاعليها ابطلها، دي طلبه جواها. بعد ما خلصوا شيخ الاجتماعات نبتدي يصلي ابانا الذي، وبعدين التحليل. التحليل في صلاه في عشيه وفي باكر ده مهم جدا، عشان في ناس بتعمل تبقى مش عارفه، تلاقي مثلا قبل التناول يا ابونا صلي لي صلاه التحليل. طب ما احنا صليناه في عشيه وصليناه في باكر. فاحنا التحليل اللي هو بتاع اللي ابونا بيصليه على المعترفين بيتصلى في اخر عشيه وفي اخر صلاه باكر. وبعدين الختام وابونا ايه؟ يصرف الشعب، يديهم البركه، من اراد ان يمضي فليمضي بسلام او امضوا بسلام. التسريح ده يعني ايه؟ يا ما حدش ينفع يخرج من الكنيسه قبل ما ياخد الاذن. زي ما يكون مثلا كلكم طبعا بتدرسوا في محاضرات وكليات، ينفع تمشي كده من غير ما تاخد الاذن من الدكتور؟ ينفع؟ هو لسه ما خلصش، رايح واخد بعضه ماشي؟ ده فيها ذوق. فمحدش يمشي الا ما ياخد ايه؟ الاذن والتسريح والبركه ويمشي. كده احنا خلصنا عشيه وباكر. باكر بس في حاجه مختلفه، بدل اوشيه الراقدين بنقول اوشيه المرضى والمسافرين. بس الصبح ده بيبقى مختلف يعني. طيب القداس جزئين، هنبتدي بس المقدمه دلوقتي. احنا معانا لغايه الساعه امتى؟ لغايه الساعه كام احنا معدنا؟ خلاص ماشي. المره الجايه ممكن نكمل القداس، بس نقول مقدمه بسيطه كده. القداس القداس يبتدي من اول رفع الحمل الى الانجيل، دي جزء، ومن الانجيل لغايه التناول ده جزء تاني. انتوا عارفين احنا في الكنيسه بتاعتنا الارثوذكسيه في ثلاث قداسات بنصليهم، قداس الباسيلي، قداس الغرغوري، وقداس الكورلوسي. هناخدهم المره الجايه، بس انا هقول على جزء مهم جدا. لما بيبتدي القداس بيبتدي برفع الحمل، زي في العيد كده بلحن بقوره يبتدي الحمل يتقدم، وبعدين بعد تقديم الحمل بيصلي صلاه الشكر و تحليل الخدام، وبعدين يبتدي القراءات. ده هتلاقيه لو معاكم على الكوبتك ريدر اسمه قداس الموعوظين. قداس ايه؟ من هم الموعوظين؟ مين هم الموعوظين؟ المؤمنين؟ الشعب؟ لا. من هم الموعوظين؟ شاطر، اسمك ايه؟ الموعظين دول اللي بيتوعظوا يعني عشان يدخلوا الايمان. يعني انا مش مسيحي، انا مش مسيحي وعايز ابقى مسيحي، اعمل ايه؟ تيجي انت موعوظ، تيجي تحضر معانا القراءات، تسمع البولس، كاثوليكون، ابراكسيس، السنكسار، الانجيل، وتحضر معانا العظه
اللي هي بتشرح الكلام المقدس وتمشي بعد كده، عشان مش هينفع تتناول، عشان مش متعمد. طب ليه الموعوظ بيجي الكنيسة؟ لأن مين هيشرح له؟ مين هيعلمه؟ كان زمان الإنجيل اللي معانا ده مش متاح في كل بيت، مش كل بيت كان فيه كتاب مقدس، كان في بعض البيوت فيها جزء. فعشان كده كان، لو تفتكروا الأنبا أنطونيوس القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، يقول لك سمع الآية في الكنيسة، إن أردت أن تكون كاملا اذهب بع ما تملك وتعالى اتبعني. واسمعها في الكنيسة ليه؟ اشمعنا في الكنيسة مش في البيت؟ مش ما كانش متاح في البيت الكتاب المقدس. عشان كده بقول مهم جدا أركز في الإنجيل اللي بتقري، أركز في القراءات اللي بتقري، وتبقى واحدة واحدة. يعني إخواتنا الشمامسة اللي يطلع يقرأ القراءات واحدة واحدة، يفهم ويفهم الآخرين، لأن فينا موعظين. ممكن ما تعرفوش، يعني ممكن فعلا يكون في حاضر معنا ناس موعظين بس انتوا مش عارفين. فمهم جدا القارئ، لانه مش هيعرف وممكن يقرا غلط ويبقى مش فاهم. فاحنا بقى دورنا كاعداد خدمه، يعني من الحاجات الاساسيه بقى، ها، لما حد نقرا مع حد الكتاب المقدس نقرا صح. يعني ما حدش يطلع مثلا يقرا في القراءات وكان السيد المسيح يشتم ولا يشتم، العبارة دي صحيحة أم خطأ؟ ها؟ ما كان بيعمل إيه؟ يشتم ولا يشتم، الفرق في إيه؟ في التشكيل، دي فرق، دي غير دي خالص، صح؟ زي برضو بنقرأ إنجيل لعازر، قال لهم، قال لهم السيد المسيح حلوة حلوة حلوه. لما شافوا العذر طلع يعني حلوه، يقول لك حلوه. وبعدين كنت في زياره في 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 بيت يعني، وفي حد شباب كده زيكم حلوه كده، يلا نقرا الانجيل في مسحه المرضى. وانسان كان مريض وفي بركه اسمها حزده، بركه، واذ برجل اسمها زكه، رجل اسمها زكه، رجل، بركة حزدة، بركة حزدة. اضحكوا انتوا، اضحكوا. أنا بقول لكم ده مسيحيين مش موعوظين. فلما دي أو ده يقرأ كده لواحد داخل جديد، فإحنا مش عارفين نقرأ الكتاب المقدس. فلو سمحتوا في البيت نقرأ ونرجع مع الخدام، لو في حاجة هنا مش فاهمها أروح لأب اعترافي وأقول له. ماشي؟ أشكركم إنكم أنتوا استحملتوني الوقت ده. حد ليه سؤال؟ المرة الجاية هنكمل رفع الحمل بالأداديس لغاية ما نخلص خالص. ربنا معاكم ويحافظ عليكم. في حاجة ملحوظة بس أقولها بسيطة. إعداد الخدمة ده مهم جدا لينا. في خدمات في الكنيسة كتيرة قوي. في خدمات في الكنيسة كتيرة قوي. ولما انا وهبت نفسي لربنا زي التلاميذ، قلت يا رب انا عايز اخدمك، واقول لك شكرا. الخدمه بقول له ربنا شكرا، انت علمتني كتير وحفظت عليا وساعدتني كتير، فعايز اقول لك شكرا. فالخدمه هي اللي تختارني مش انا اللي اختارها. انزل تحت يا حبيبي، انزل تحت، انزل تحت يا بابا، انزل. انزل تحت يا حبيبي. فأنا بقول لربنا شكرا. طيب أنا اللي اختار الخدمة ولا ربنا يختار لي الخدمة؟ موسى النبي هو اللي راح قال له رب أنا عايز أروح لمصر أطلع شعب مصر من شعب إسرائيل من مصر، وأنا هروح لفرعون وأقول له. هو اللي اختار؟ طيب فانا اقول لربنا عايز اخدم معاك يا رب، شوف لي الخدمه المناسبه. فاحنا عندنا الخدمه بتاعتنا كتير، في خدمه السمير الصالح او احتياجات الخاص، في خدمه شباب، في خدمه افتقاد عام، في خدمه مرضى، في خدمه مدارس الاحد القديسه فيرينا
لأبناء العاملين أو كده، بنات العاملين يعني، أو ممكن مش متعلمين أوي. ففي خدمات في الكنيسة هنقول لكم عليها، بحيث بعد ما نخلص غير مدارس أحد. مدارس أحد حلوة، بس أي خادم وخادمة هينزل خدمة لازم يكون معد، يعني ابتدى زيكم كده فينزل أي خدمة بقى، يقول له تعالى معانا هنا، يجي هنا اشتغل معانا هنا، الخدمة محتاجات هنا، تعالى معانا. فنعمل زي موسى النبي مرفضش، أقول لربنا حاضر. وانت بتلاقي زي بولس الرسول كان فاكر نفسه فريسي ابن فريسي، يهودي يهودي، هينفع مع ايه؟ مع اليهود. وجرب مرة واثنين وثلاثة وهرب من عصور ونزلوه في سبت، صح كده؟ ونجح مع مين؟ بولس الرسول نجح مع اليهود ولا الأمم؟ مع ان هو ايه؟ يهودي. يعني ممكن حضرتك مثلا بتتكلم انجليش مية مية وتروح مع انجلترا وما تنفعش، فمش شرط. فنفس القصة، أنا عايز مدارس الأحد، ممكن ما أصلحش لمدارس الأحد، أنفع في خدمة مرضى أو افتقاد أو احتياجات خاصة. فأنا أشوف خدمتي إيه هي، وأقول ربنا إرشدني أشتغل فين معاك. فمش معنى أنتوا خلصتوا إعداد خدمة كله ينزل مدارس أحد. فلو في خدمات أخرى محتاجينكم يا ريت، فممكن تسألوا عنه ونجيب لكم كل مرة حد يتكلم أو يقول لكم إيه الخدمات الأخرى عشان تعرفوها وممكن تحبوها وتنزلوا فيها. اوكي، ربنا معاكم ويحافظ عليكم. احنا بنشكر قدس ابونا على الدرس الطقسي بتاع النهارده. احنا كل سنه وانتم طيبين. احنا الفتره اللي جايه المطلوب، كل المطلوب مننا نركز في الصيام، نركز في الترم الثاني اللي وقع منه حاجة في الترم